تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستلزمات الإنتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضر بالبيئة. وفي هذا الإطار شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملات تفتيشية مكبرة ونجحت في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية التالية. تنفذ وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة لضبط كافة القضايا التي تضر بالبيئة والصحة العامة، فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات حملة للتفتيش على المنشآت الصحية بنطاق محافظة الجيزة، تمكنت خلالها من ضبط مخالفات اشتراطات بيئية وصحية بتسع مستشفيات. وفي مجال حماية البيئة والثروة الزراعية، أسفرت حملات الإدارة بنطاق الجيزة عن ضبط 6 مصانع بدون ترخيص لتصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية والمنظفات الصناعية والبلاستيك والمعطرات، بداخلهم 7 أطنان ونصف أسمدة ومخصبات زراعية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية، وأكثر من 44 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة، و6 أطنان بلاستيك مجهول المصدر، و35 طن ونصف معطرات منسوب إنتاجها لإحدى الشركات. وأسفرت حملات الإدارة المستمرة بنطاق محافظة القليوبية عن ضبط 4 مصانع بدون ترخيص لتجميع وإعادة تدوير وتداول النفايات الطبية الخطرة من مخلفات المستشفيات بإجمالي مضبوطات بلغت 45 طن نفايات طبية خطرة و17 طن مخلفات بلاستيكية طبية تستخدم في تصنيع أدوات ومنتجات بلاستيكية. كما تمكنت الإدارة وخلال حملة شنتها بالقليوبية من ضبط مصنع بدون ترخيص للمخصبات الزراعية بإجمالي مضبوطات تصل إلى 239 طن مخصبات زراعية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ومغشوشة ومقلدة. وبنطاق مديرية أمن الغربية، تمكنت الإدارة من ضبط محلين ومصنع بدون ترخيص للأعلاف الحيوانية بداخلهم كمية تزن 149 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، وضبط 4 مصانع بدون ترخيص بالقليوبية لإنتاج الغراء وتدوير المخلفات المعدنية وتعبئة المنظفات الصناعية وتدوير مخلفات مصانع الأقمشة بإجمالي مضبوطات بلغت 75 طن ونصف منظفات صناعية مجهولة المصدر، و49 طن غراء ومستلزمات إنتاجها مغشوشة ومقلدة ومجهولة المصدر، و62 طن ونصف مخلفات معدنية ومخلفات مصانع أقمشة ومنتج نهائي مجهولة المصدر. واستمرارا لحملات الإدارة بالغربية، تمكنت من ضبط مخزن ومصنع وثلاث شركات وورشة للأعلاف الحيوانية بدون ترخيص بمضبوطات بلغت أكثر من 9 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و3 أطنان صدف بحر بدون بيانات وكمية تزن 265 طن حجر جيري مجهول المصدر و57 طن مستلزمات إنتاج أعلاف حيوانية مجهولة المصدر و25 طن حبوب ذرة تستخدم في تصنيع الأعلاف بدون ترخيص.